مرة أخرى بعود إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام، برحب بيكم. ده طبعا جزئنا الثاني في حصاد النهاردة. الحقيقة أنا قدمت الفقرة بتاعتنا النهاردة بضيفنا الكريم دكتور محمد رزق عصران، أستاذ المحاصيل بمعهد البحوث الزراعية، لكن طبعا في ضيف تاني، بس لأن نظر لأن مكتوب في الورقة الثانية فأنا ما شفتش. الحقيقة اسمحوا لي طبعا إن أنا أقول لكم إن عندنا كمان ضيفنا مشرفنا مهندس عاطف غانم، استشاري هندسي وخبير التنمية العمرانية. ويمكن دي أول فقرة أبدأها من غير ما يكون عندي مقدمة. أنا هاخد المقدمة من ضيوفنا الكرام اللي منورنا دلوقتي في استوديو الحصاد. سيناء بهذا العمق بهذه الأهمية، هنتكلم في عمق سيناء ومحور سيناء بمحاورها المتعددة، محاورها هنقول أمن قومي لمصر، محورها الاستراتيجية الاقتصادية، أبعاد مختلفة تملكها سيناء، ولذلك فهي أرض غالية جدا. يمكن 25 إبريل اللي فات احتفلنا بمرور 36 سنة على استردادنا لهذه الأرض العظيمة. 36 سنة وإلى الآن سيناء كما أخذناها وهي مستبقية على حالها، بل الوضع بيتقهقر مش بيزيد للتقدم. ابدا الحوار. طب نبدا بمحور زراعي مش مهندس. محمد دكتور محمد اتفضل يا فندم. هو طبعا احنا شفنا بدايه انه لم ينظر الى سيناء كارض لها امن قومي ولمصر كلها، ولم ينظر الى سيناء في العهد السابق من الرؤساء بهذا الحجم الذي نراه الآن. الآن هناك خطة سواء في الزراعة، يمكن بعض المحاور ناقصة، لكن هناك خطة زراعية صناعية. الخطة الزراعية بتعتمد على أولا في شمال سيناء على استصلاح 450 ألف فدان على اللي هي على ترعة السلام دي، هتمتد إن شاء الله، وفي طريقنا إلى استزراع هذه المساحة. أيضا هناك محاور أخرى زي المحور السمكي، المزارع السمكية، فنجد أنه في قرية الروضة اللي كانت تعرضت للحادث الأخير تم عمل مزرعة سمكية. هذه المزرعة السمكية ستكون نواة لإنتاج مزارع سمكية أخرى في القرى المجاورة من لإنتاج سمك وإيجاد فرص عمل لأبناء هذه القرية والقرى المجاورة المتاخمة. يعني هناك العديد والعديد من المشروعات الزراعية، منها المساحة اللي إن شاء الله الوزارة ناوية تزرعها بمحصول البنجر، وهو محصول قليل الاحتياجات المائية. علشان كده حينشأ مصنع للبنجر هناك إن شاء الله لاستغلال البنجر اللي حيكون موجود في هذه المساحات. نعم. طيب باشمهندس عاطف، هنتكلم بقى يا فندم عن بداية عامل التأخير. احنا تأخرنا 36 سنة، ما نقدرش نقول ان احنا ما تأخرناش، ولكن هل عامل التأخير ده هيبقى بيصعب من احداث التنمية في سيناء، ولا ممكن ان احنا نبني على اشياء موجودة بالفعل في تمام؟ نعم فضل. التأخير بداية مش 36 سنة، التأخير من ثورة يوليو 52 كان يجب ان ينظر لسيناء على انها امتداد للارض الام، للدولة الام. سيناء اهملت، مع ان التاريخ بيقول ان كل الغزوات كانت بتجينا من سيناء، كل القلق كان بيجي من سيناء، وليس هناك افضل. الجيوش لا تمنع الغزوات والهجمات، تصدها جايز، انما التعمير بمعناه الحقيقي الذي يشمل التعمير العمراني، الزراعه، الصناعات القائمه. سيناء ربنا حبها، هي تمثل 1/16 من حجم مصر، ربنا حبها من الثروات الشيء الكثير. موقعها مميز، كانت مفروض انها تكون عوامل جذب. كان ينظر لسينا زمان بعد كده في عهد الرئيس السابق على اساس انها يعني يوطنوا فيها اهل سينا، كان الهدف. ويوطنوا فيها الرئيس السابق ولا الاسبق؟
يعني الرئيس مبارك بالتحديد اللي هو حكم 30 سنه. كان 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 النظره كانت محدوده ان احنا نوطن فيها اهل سيناء وشرق بورسعيد. ادي كان كل الان. لا، الفكره دلوقتي بالخطه الاستراتيجيه 2018 اللي وضعتها وزاره التامين وقدمها سياده الوزير لسياده الرئيس في الشهر فبراير اللي فات ده، بتشمل حاجات نظره مختلفه، اختلاف جذري عن النظرات. بمعنى احنا لا، في مرتكزات لازم هتقوم عليها بناء المكان ده. المكان ده لازم يبقى عامل جذب للمصريين وللاجانب. بمعنى ان انا لازم احولها. طب وده هيتقد ازاي؟ لازم اعمل تعليم على ارقى مستوى، مراكز بحثيه على ارقى مستوى، اسكان مريح اقدر اجذب ابن البلد واجذب الاجنبي، واعمل مجتمعات تقوم نوعيه. بمعنى يعني هو في هناك جامعه الملك سلمان، وانا لما قريت عنها عرفت انها معموله مش في مكان واحد، مش في شرم، جزء في شرم وجزء في الطور وجزء في سدر. ليه؟ عشان يبقى اللي في شرم يبقى فيه الدراسه اللي فيها قايمه على يخدم السياحه، لان السياحه متمركزه في شرم اكتر. اللي في الطور تخدم المنتجات، حتى عندك الفوسفات وعندك الرمل الدهب وعندك الذهب. الرمل الاسود ده اللي موجود في الشمال سيناء شيء خطير جدا بيستعملوه. فانا لو عايز انجح كان المفروض اقدم الفكر واللي اتقدم مؤخرا في 2018 ده متاخر 50 سنه او اكثر من 50 سنه. ده هينمي سينا تنميه. ده هناك في من ضمن الخطه دي ان يبقى في مطار دولي، على مطار دولي ويبقى فيه ميناء على المتوسط فوق عند العريش لتصدير حاصلات، واقيم مجتمعات قائمه. المجتمع اللي المناطق اللي فيها معادن زراعي مصري يبقى 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 قايم على الصناعه والتعدين. الاماكن اللي فيها زراعه قايم على تصدير المنتجات الزراعيه وتصنيعها. لازم فكر يختلف. طيب حلو قوي باشمهندس حضرتك الكلام اللي انت بتقوله، ولكن معنى كده ان انا عندي اقاليم في سيناء دكتور محمد، يعني على كلام على كلام باشمهندس عاطف ان في يعني اقليم ممكن يتخذ ياخد المنحى التصنيعي وبعد كده ممكن ياخد منحى سياحي او او كذا، وفي اقليم عامره بكل يعني لو استغلت سيناء تكون مصدر دخل قومي جديد كقناة السويس وكغيرها من والسياحة وغيرها. سيناء هتكون إن شاء الله مصدر دخل قومي لمصر، وهي حامية أمن مصر. زي ما قلنا هينشأ مجتمعات عمرانية زراعية تصنيعية تشمل، ما فيش، هيكون في عوامل جذب للسكان مش عوامل طرد. هيكون فيها المجتمعات دي المدارس، المصانع، دور العباده، كل ما الترفيه. الترفيه عندك غير عفوا الدكتور محمد، فيه احنا نسينا مثلا السياحه الدينيه. السياحه الدينيه لو في دوله عندها ونحن نهمل مسار العائله المقدسه فعلا كفيل بانه يجيب لك سواح على مدار السنه وسانت انما مسار العائله ما حدش عارف عنه مقدسه، ما حدش يعرف عنه اي حاجه. بالرغم من واحنا لا نستغل ده في كل اوروبا. كل اوروبا هتيجي، كل اوروبا هتجي لك كلها. وفي المكان اللي المسيح مشي فيه وهو طفل، والله ده كلنا مش لازم المسيحيين، كلنا كمسلمين عايزين نشوف ده، لانه ده وارد في القران الكريم. لانه السيد المسيح ده يعني امن الرسول بما انزل اليه من ربي، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد. عقيدتنا هي نحن نؤمن بكل هذا زي حاجات كثيره بالمسار العائلي المقدس. كان ضمن الحاجات اللي قلت سيادتك كنت اشرتها على الحاجات اللي بعتها في رساله الرئاسه، ان هو ما ينفعش حضرتك قدمت مقترحات لرئاسه الجمهوريه لرؤيه للتنميه. كان فيها اكثر من حاجه يعني انا فاكر زمان يعني وكله موثق. انا اول من قال على صندوق تحمل وسميته صندوق 30/6/30/6 واخذ به وقلت بالنص المتصرف فيه واللي يصرف فلوس لازم يكون شيخ الازهر والبابا ويروج فيه في السفارات وفي الخارج حتى نقدر، وحددت المبالغ اللي هنحصل على الصندوق. ثم كله موضح في المذكره وقلته في مداخله في تسجيل مع قناه LTC بالتفصيل يعني. وبعدين قلت كمان ليه رجال الاعمال ما يجوش يناموا؟ ما انت
منطقة زي سينا دي، أنا بدل ما بيروحوا بيهربوا ويروحوا يعمروا في الخارج ويطلعوا فلوسهم، يا ريتهم بيجيبوا فلوسهم تنمي البلد، بيوديها بره. طب ما تيجي تنمي هنا، ولكن لازم تأمنه، لازم يضع مجلس الشعب من التشريعات اللي تحفظ له حقه وتخلي خير. رأس المال جبال، واللي تسهل رأس المال جبال هذه العملية وتعمل تسهيلات وتيجي لجان مختصة. الواحد أنا مش فني، أنا عندي شاست فكرة وطرحتها وتيجي، وكان نفذت فورا، بس للأسف فوجئت إنها اللي قام بها دولة الإمارات. أنا قلت كده بالنص، شيء مستغرب من يوم خوف ما بين الهرم ما ندقش فيه مسمار واحد. فوجئت من شهر فات أو شهرين إن في شركة إماراتية نازلة بمليارات بتطور منطقة الأهرامات على العاصمة. خدي بقى عندك ما يطبق. طب ده أفضل ولا يعني أنا يعني ابن البلد ابن البلد يقوم ويطور ويخش ويشتغل ويشغل الإيد العاملة ويستثمر فلوسه ويكسب. هو لازم يكسب. احنا مرحبا باي مستثمر عربي ابن أو البلد مصري. هذه رؤية يعني ابن البلد، هذه رؤية ودي رؤية مين اللي عمل طلب حرب، وحتى لو كانت مشاركة. هو زمن بيتغير. ولو انت عندك مستثمرين دلوقتي بيروحوا كوريا ويشتغلوا في كوريا، ما جيبهم لبلد. اذا كنا احنا يا فندم، احنا ايضا كمان هناك دعاوى بتدعو ان احنا نستثمر ونزرع خارج الاراضي المصريه. ينفع. يبقى اراضي هقول لحضرتك ينفع ليه، لان انا عايزه احافظ على المقنن المائي بتاعي وعندي محاصيل شرعيه لاستخدام المياه، فانا استغل المياه اللي موجود. ايوه انت عندك مياه سيادتك والدكتور يفهم. طب نكلم دكتور اكتر من اي. تعالوا نقسم سيناء لاجزاء. الجزء الزراعي هنعرفه دلوقتي من دكتور محمد عصران، احنا ممكن نزرع ايه في سيناء وايه اللي ممكن، واهالي سيناء هم زراعيين بالفعل ولا لسه هنعلمهم زراعه؟ لا هم زراعيين، لانهم هم كانوا يعني في بعضهم تم تدريبه خصوصا بعد دخول ترعه السلام الى اراضي سيناء، فوزاره الزراعه دربت بعض الناس، وكانت في وكاله وزاره هناك للوزاره، فكانت بتدرب المزارعين على الزراعات الحقليه خصوصا وزراعات الفاكهه منها التفاح والخوخ العديد. طبعا الخوخ السيناوي والحاجات دي والتفاح السيناوي. فتم تدريب بعض الناس واصبح لها مصدر دخل الزراعه. فكمان احنا في طريقنا لتدريبهم في الاسماك وتدريبهم في كل المناحي الزراعيه، بس بالنسبه للتراكيب الوراثيه اللي هي تصلح في الاماكن دي، انا زي ما قلت البنجر، وده في فصل الشتاء. في الصيف ممكن ازرع ذره شام وذره رفيعه، حسب الذره شام طبعا ما بتتحملش الملوحه العاليه، الذره رفيعه ممكن تتحمل. ومجموعه الحبوب والاعلاف التي تتحمل وصدر بها قرار وزاري مجموعه التركيب الوراثيه التي تصلح لان نحن نقلل من الاستهلاك المائي، لانه احنا اسرائيل ايام ما كانت لا عوده ان شاء الله لها، ايام ما كانت محتله سيناء، ارض سيناء كانت بتزرع ارض سيناء في صوب، واحنا شفنا ال 100,000 صوب اللي هو افتتحهم معالي الرئيس ب 20,000 في البدايه، دول بينتجوا انتاج مليون فدان ومساحتهم حوالي 100,000 فدان، يعني بينتج قد مليون، وتاخد ميه عشر الميه اللي بياخدها الفدان العادي. فدي تكنولوجيا، فادخال مثل هذه التكنولوجيات كانت مدخلها اسرائيل، ولذلك اعلى بحث علمي. وانا كان من ضمن يعني ما اعرفش اقول شرفت انه ولا كان احد اساتذتي في جامعه نبراسكا اسرائيل. ولذلك احسن واحد كان بيطلع اللي هو التراكيب الوراثيه المقاومه للجفاف. على الرغم العزاء اللي ما بيننا وبينهم، لكن ده لا يمنع ان احنا ناخد. لا بس هو كان شحيح المعلومات لو عرفك انك عربي او مصري بالذات. صحيح. لانه المصري ياخد الفكره ويطورها زي ما شايفين الباشمهندس طرح افكار. فدائما المصريين بخير، دماغهم شغاله، وقت الشدة بيبان. صحيح. حتى في معركة أكتوبر شفنا خرطوم مية، شفنا ابتكارات بسيطة بيشيل
اللي ما بيشيلوش القنابل الذريه. صحيح. نعم. فدي الافكار المصريه. طيب باشمهندس كنت عايز تقول حاجه قبل ما ابدا في قبل ما تساليني عايز اوجه او اخد رايي في حاجه كنت اخترعتها وكانت مهمه من ضمن الاختراعات اللي راحت الرئاسه واخد رايي فيها كخبير في الشؤون الزراعيه. اتفضل. انا قلت فيها في النقطه دي انا ناصري من جيل الناصريه، انا مواليد الخمسينات فانا ناصري، كلنا بنحب عبد الناصر ده فناصري. وكانت حركه تفتيت الملكيات والقوانين الاشتراكيه الخمس فدادين كانت وقتها كويسه وكان لها دافع سيكولوجي اكتر من بتاع ان البشوات اللي يملكوا عشرات الالاف من الفدادين والشعب مش لاقي اللضه فقسم عليهم واشتغلت ونجحت. طيب سؤالي لسعادتك، هل ده يصح دلوقتي؟ لا طبعا اطلاقا. انا اقول لك على النظام، هكمل لك الاقتراح وانا اديت لمحمد بيه على فكره معاه اقتراحات كامله بيها. لا والحل انا موجود عندنا. انا هقول سياده، انا قلت الحل وهاخد رايك فيه. الدوله قالت عايزين نزرع 1.5 مليون في البلد، ماشي، وعندك الاماكن وعندك الايدي العامله عندك، بس عشان يقترح، والكلام ده انا بشد عليه لان هو ده بالاسلوب الصح الغير مكلف، الدوله خزيناتها يعني تعبانة طبعا طبعا ومحتاجه الاماكن الثانيه، بس الحمد لله النهارده هتروح 44 مليار ربنا يزيد ويبارك ان شاء الله. هل 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 من الصح ان انا اروح اعمل مجتمعات عمرانيه على بعد 1000 كيلو واقول تعالى لو انا من الغربيه ولا من المنوفيه ولا من الصعيد، هل اروح 1000 كيلو عشان مكان لسه يا عالم هيطلع ولا لا؟ والمجتمعات العمر الحضريه اللي هقيمها من اجل الزراعه دي مش عايزه سكن، مش عايزه مدرسه، ده هو ده، مش عايزه مستشفى. طب فين خزينه الدوله؟ طب ما انا يا اخي ممكن ازرع 1.5 مليون ده من غير ما ادفع جنيه واحد. هتقول ازاي؟ وهقول لي اذا كان الكلام ده سليم ولا لا. اتفضل. انا بمر بشوف، وكلنا بنمر في كلنا قهريين وبنمر بشوف الشباب اللي قاعد على الكافيهات منظر يحزن كتير جدا طبعا، اللي هم راحوا عشان يتجندوا واجل تجنيدهم لم يسيبهم الدور وقال لهم تعالوا في فتره، طب ما تاخد 20,000 30,000 تجنده، المجند ده يقعد في خيمه، يقعد في خندق، يقعد في بتاع، وهياكل من خير الارض وهيزرع، ونزرع حاجه على سكيل كبير. انا كنت في السعوديه سنه 79 مهندس قعدت فتره عقب البترول، كانوا بيصلحوا الارض صلحوا ويزرعوا بنظام الرشاشات ودونا عام حسن. حسن ويزرعوا بنظام الرشاشات، عامل واحد يزرع لي كذا الف فدان وقاعد بالريموت زي التلفزيون يشغل لك رشات ويزع. عايزين ننطلق. فهل السؤال اللي جنابك، هل الاجدى الزراعات على سكيل واسع وقادرها بالناس الملتزمه؟ هتلاقي من المجندين، تلاقي الطبيب البيطري، وتلاقي يعني عندهم ادراك والميكنه ومش هيكلفك مليم وهيقعد تحت الارض. احنا اخواتنا قعدوا في خنادق كانوا اتخرجوا 67 حضرتك، ده يبقى نوع من التجنيد مختلف. قعد في خندق لما حارب وانتصر وحتى اسر في اسرائيل سنتين عشر سنين قعدوا فاشتغل. فكذلك المجند من 67 لغايه 73 والله ما خرج الا بعد الحرب، يبقى انتهت بشهرين ومبقاش عارفين عايش ولا ميت. فكذلك المجند هيشتغل ملتزم، هيديك في الوقت، وهتلاقي الضابط ده منه الدكتور البيطري ومنه المهندس الزراعي، ويعملوا مشاريع دواجن ويعملوا مشاريع حلف، ونعملوا اجر ايضا كمان يكون اعلى شويه من طبعا تديله نسبه. انا بضيف للاقتراح بتاع حضرتك ان هو اللي يعني في كليه هندسه في حاجه اسمها المشروع بتاع السنه الاخيره طبعا التخرج، المشروع التخرج تمام. فليه ما يبقاش مشروع التخرج بتاع الطالب بتاع زراعه يتجه الى اراضي سيناء ويزرع ويجرب ويتم تدريبه؟ ما هنا الاطار الزمني بقى يا دكتور، المركز البحثي معلش، لان هنا المركز البحثي اطار زمني واسع قوي، انت بتصارع الزمن بتجري يعني زي ما سياده الرئيس ماشي بسرعه. ما نعتبر احنا تجنيده مع ما خلال فكره سيادتك، نعتبر انه فتره تجنيده دي هي اللي، وعشان كده انما انا بسال سيادتك على الشغل على سكيل كبير افضل كثير من تفتيت الملكيه. لا لا تفتيت الملكيه اصل انا كل لغايه وقتنا هذا في الاول. ايوه حضرتك، بس الشق الفني هو المساحات الاوسع هيبقى افضل. ما هو المساحات الاوسع افضل تمام، لانه احنا بنعاني من تفتيت الملكيه وتؤتي ثمارها بسرعه. التكاليف لما انا ازرع 100,000 فدان بتكون اقل، لان انا استخدم ميكنه، استخدم حصاد بالميكنه، استخدم كله ميكنه، وبالتالي العماله هتكون اقل ما يمكن. طيب احنا هنطلع من الحلقه دي بتوصيات، ودي اول توصيه.
هذا ده مقترح لحضرتك، مش عارف قدمته فعليا للرئاسة، وسمعت من صديق لي ان هو اخذوا بيه عشان يبتدوا يعملوا كذا الف صوبه شهريه. انت حضرتك يعني لو بصيتي في دول العالم المتقدم زي امريكا بتلاقي انه مثلا هناك الحيازات 10,000 هكتار ولم تفتت، في اوكرانيا في غيره في غيره ولم تفتت. ليه؟ لانه كان انا واخويا مثلا، انا بشتغل بالزراعه واخويا مثلا اشتغل اللي هو وكيل نيابه او اشتغل دكتور طبيب او اي مهنه من المهن الاخرى. بييجوا يقولوا اللي بتاع اللي هو بيشغل في الزراعه ده انت المساحه خلاص ورثتها من ابوك فانت تاخدها. اخوك معاه ليه النص، يروح على البنك وياخد فلوس والفلوس تتقسط على الاخ بتاعه ده على اساس المحاصيل اللي هو ينتجها وتستلمها الدوله. والله يا دكتور بنسبه بنسبه معينه من فلوسه ياخدها البنك. تمام. ياخد نسبه من المحاصيل سواء صيفي او شتوي في التوريد. انا بكلمك انا بكلمك من واقع تجربه يعني انا عشتها كتير. اصل التجربه دي انا عشتها سواء بالنسبه للشغل المعماري بتاعنا او بالزراعه. انا كنت في منطقه الوسطى في المملكه اسمها القصيم. القصيم دي مشهوره انها الزراعه تصدر لدول الخليج كلها. نعم. فعشت وشفت بعناية كانوا يخرجوا كتل وفيها حجريه وفيها ميه كمان وفيها مياه جوفيه ايضا كمان. خرجوا كتل صخريه ويجيبوا لها من مجرى السيل من الوادي طميه ويعملوها وتبص تلاقي جنه ظهرت قدامك. صحيح. وشفت الرشاشات وكنت اول مره اشوف الرشاشات. نعم. الكلام ده سنه 79 80 بتروي على سكرها. يبقى انا اجي في الفتره دي انا بقول لسيادتك ليه؟ لان فوجئت انا بقرا الاهرام وما فيش غير الاهرام اتعودت عليها من زمان وانا صغير. والله كل الاجيال بتاعتنا امتحان ثانويه عامه لازم كنت اقرا بتاع بصراحه بتاع بصراحه صبح امتحن والولد الله يرحمه يقول لي انت صعب تمتحن فتعودنا على الاهرام. قريت الاهرام خبر مزعج هيوزعوا 100,000 فدان لناس ويعملوا شركات. دخلنا في اسلوب ما بيتغيرش. ايه ناس وياخدوه ويعملوا شركات بينهم؟ طب مش هياخد ولا مش هيعمل شركات. هيحط الارض، انت عارفه اللي بياخد ارض في التجمع الخامس يقول لك هسقع اهو الدكتور قال يسقعوها لما تزيد. وده انا ضربت عصفورين بحجر. ان انا الناس اللي قاعدين عفوا في الكلمه قاعدين بلا شغل على الكافيهات وشور خالص اعتقد انه اجنده ولا ابنه الزراعي ولا ابنه. النهارده في خبر اذيع انه ابتدوا بمحافظه المنيا كل الاراضي اللي عليها ارض وضع يد يما تقنن نفسك لغايه 14/6 بحيث تدفع رسوم. الرسوم الخبر ده احنا سائلينه دلوقتي مش كده يا فندم؟ وتدفع رسوم للمعاينه. اذا ثبتت من المعاينه جديه الزراعه اهلا وسهلا، اذا ما ثبتتش يتم النزع فورا. تمام. طب ده بالنسبه للارض اللي في حياز. اما بالنسبه للارض اللي مشاريع وحتى في زي تشكى اراضي فاراضي اراضي رست عليه الان الان تشكى شغاله يعني في انتاج. طيب ومزارع كبيره ليها ابعاد للامن القومي يعني ده اللي احنا اكتشفناه بعد كده ان الامر ما كانش زراعه وانتاج. لا مش بس وان دخلت يعني في الوليد هناك مزارع الوليد في مزارع اذا خلينا نطلع وفي اذا خلونا نتفق على حاجه بالنسبه للزراعه. اذا سيادتك متفق معايا ان الزراعه على سكيل كبير طبعا وناس مش هتكلف الدوله مليم وتنتج في مواعيد. تعرف وحضرتك على فكره حضرتك بتتكلم ايضا في ملف امن قومي. مركز البحوث الزراعيه الان على هذا مركز الزراعه البحوث الزراعيه الان مكلف من معالي الوزير بانه يخوض هذه التجربه في 20,000 فدان بدايه وحيتم التوسع الى 120,000 فدان. نص مليون لا ده دي كنواه عشان تبقى محطه تجريبيه يستفيد منها المستثمر. يعني لما تيجي تسال سؤال هضيف السماد ازاي الرشاشات دي هعمل ايه هعمل ايه انت بتنزلها عمليه انا إرشاد. بنزل الماس برودكشن عايز ناس ما برضه بمجرد غرب المينا دي ما كانش حد بيروح لدرجه ان احنا لسه كنا مع الوزير في غرب المينا التليفون ما بيشتغلش يعني بعيد عن الدنيا كلها. لا ايوه احنا بنحاول ناخد البعيد الاول اللي هو قريب على
ده محاولة ربط الشتات بتاع الحدود بتاعت. أنا أختلف معاك يا دكتور في دي. أنا أحاول أخد اللي يدرع. أنا ريتمي لازم يبقى سريع يجاري في جميع الحاجات زي ما مشينا في الطرق وعملنا كم أنت عارف في سينا عملنا كم يعني عملنا أكثر من 3000 كيلو. بس بعد اسمح لي أكمل وجهة النظر. اتفضل. هو وجهة النظر إنه الدولة هي اللي تتعب شوية وتاخد البعيد. هيجي المستثمر ياخده القريب فيكون الريتم بتاعه أسرع. لا هو هو ليها بعد آخر. هو إن البعيد ده هو المترامي على حدود وكل ما متعلق بالحدود أسباب أمنية أتكلم فيه. ماشي. لأن زي ما حضرتك بتقول التنمية هو الإطار التطميني الحقيقي طبعًا. وليس غيره طبعًا. وليس غيره. فلما يبقى عندي تنمية في حدود مصر وإحنا عارفين عندنا ليبيا جبهة من عند سيناء جبهة من عند السودان جبهة من كل ناحية عندنا فبنسد هذه الجبهات لما يكون عندي يعني. ناس تبعي بتاكل من نفس الأرض فهيموت علشانها يعني دي برضو التهمة التي ألصقت بأهالي سيناء واللي هم منها بريئين فعلا بأهالي سيناء وطنيين جدا جدا حتى النخاع ولكن الناس قدروا انهم يستغلوا هذه الفكرة بأن هم علشان يعني ما عندهمش تنمية فبالتالي أكيد يقولوا ما فيش يبقى ما فيش ولاء لكن لا هم أثبتوا أن الولاء ضار في عروقهم يعني ولكن احنا مش عايزين نسيب هذه الفكرة أنها تتغلب. هنرجع تاني لسيناء هنسيب بقى هذه الشتات المترامية الأطراف الصحراء الغربية الكلام ده كله يخص سيناء ما انت هتبص تلاقي مساحات على سكيل كبير تمام انزل انزل هذا البعد مش هينصفك الشركات ولا هينصفك تملك الأفراد انزل انزل ابن بلدك أصلاً. انزل بقى أولاد البلد اللي هم ما زلت بقول الشباب اللي قاعدين يهضروا وقتهم وشكلهم على الكافيهات حاجة تصعب على الواحد صحيح استفيد بيهم ويدخل على بنص مليون فدان بثلاث اربع مليون فدان وازرع وقيم مشروعات دي هتجيب لك عائد على مدار السنه دوس ليه عندك زراعه انت اكل الشعب وصدر وقيم مشروعات دواجن ولا كلام ده مش مظبوط طبعا وقيم مشاريع لسه احنا ما كملناش ده يخص ست بس انا كانت دي من ضمن الفكره اللي في من ضمن الفكره حضرتك قدمتها تقييم مشروعات دواجن في انواع وفي انواع من الماعز كمان ادخلت في سينا اللي هو حجمها كبير جدا يعني تصل الى حجم ده احنا عندنا كم من المياه لو اقمنا عليه السدود مياه السيول نعم في بخرات السيول اقمنا سدود هجيب لك كهرباء تقترب من كهرباء السد العالي وتروي لك ارض سيناء كلام ده صحيح يا دكتور يعني هو مفروض من الان ان توضع خطه للاماكن التي تنزل منها الامطار لانه خلاص يعني احنا بقينا بعمليه التغير المناخي نحن في نطاق وده ربنا عايز كده هنبقى في نطاق الامطار ان شاء الله ان شاء الله فهتبقى مصر منطقة يعني تدخل منها السيول فلازم يتم دراسة هذه المناطق في صعيد مصر تم دراسة بعض المناطق وتم عمل مخرات للسيول ويتم الآن الاستفادة منها بأنها بتضاف على مية الترع فده نستغله زي ما حصل في التجمع وزي ما حصل لأنه كل طبعاً هي لو شفنا لون المية هي جاية من الجبل فانا اشوف المصدر بتاعها اللي جايه منه واحدده كمخر للسيول وابتدي اجمع هذه الميه فده عمل وزاره الري اعتقد يا دكتور يعني احنا كده هندخل في خريطه مطريه طبعًا. لمصر ما هياش موجوده في تحول في المناخ ده في تحول المناخ واكيد هندخل المياه اللي وانا قلت الكلام ده انه سبب تحرك ثقب الاوزون من 5 سنين قلت سوف تصبح مصر باذن الله اللي احنا خايفين منه من سد النهضة وما سيفعله ولو انه انا تقدمت زي ما تقدم باشمهندس عاطف تقدمت باقتراحين كمان احنا في معدلات البخر من محيرة ناصر بتصل الى 12 مليار متر مكعب من ال 12 مليار متر مكعب نعم ده بتقدير وزارة الري يعني ما لناش يد فيها ضيف عليهم الترعة اللي هي ما بتوصل لغاية من أسوان لغاية المنوفية نعم ترعة ناصر وغيرها وغيرها وترعة الكلابية اللي طلع من إسنا فبالتالي هنعمل إيه فعشرين من ليه أنا وأنا بدل ما أعمل مزارع للاصطياد الطاقة الشمسية وأنا ببتدي فيه ليه أنا ما غطيش ده مجرد أن أنا هعمل فوم حتى كده
وغطي بالواح معدنيه من على الميه لمنع البخر لتقليل البخر. وبالتالي يعني بهذا الاجراء البسيط يعني ممكن نقدر نوفر 12 مليار متر مكعب من المياه. اه طبعا بهذا الشكل البسيط. طبعا وطبعا ده غير مكلف يعني بالافكار البسيطه غير مكلف لان فوق. شوف يا سيادة زي ما قال الدكتور انا اؤيده تماما. اضف الى حاجه ده احنا دلوقتي بيجي لنا سينا بيجي لنا حوالي 300 الف متر مكعب درع السلام يوميا. نعم 1000 متر مكعب يوميا وبيجيها من تحليه مياه البحر حوالي 40 50 الف متر. ولسه في محطتين هيتعملوا. انا ممكن بالافكار الجديده استغنى نهائي اوفر للوادي ميه النيل اللي بتيجي من درع السلام نظرا للتغيرات بتاعت سد النهضه وما سد النهضه الشمالانيه واكتفي ما دام في تغيرات في خريطه السيول وخريطه الامطار اكتفي من بس اكون مستعد افكر واخد خطوط ديفنس خطوط دفاع. انا دلوقتي دخلت في حزام الامطار واصبحت السيول احتمالاتها سنويا وارده. طب انا ضيعت هدر انزله في البحر ده السخنه كل المياه اللي نزلت على جبل السخنه نزلت بحر الاحمر انا في الشاليه بتاعي العربيات اتخذت اللي فيها نزلت على البحر. طب كل المياه مش خساره والميه اللي نزلت علينا في التجمع من كام يوم مش نزلت على المجاري. بس امبارح كان في عندنا يعني شخصيه من وزاره الري والموارد البيئيه وقال ان كل ده على فكره مش هدر زي ما احنا متصورين. حتى لما نكون نزلت المجاري هيبقى برضه هناك تصرف يعني مش هيبقى مهدر قوي وكل ده بيغذي المخزون الجوفي عندنا بنعمل تغذيه. الصح ان انا اخد حتى دي نعم حتى دي يعني لو رجعنا لها لو انا جيت وسالت وزاره الري هو مش بقول كده علشان اقول ان لا لازم يعني لازم لا اجراءات الميه اللي لازم عند ربنا نظيفه اسيبها يعني ولا اعملها سدود لحين ما نبدا الاستعدادات الفعليه مش يعني مهاجمه لوزاره الري نعم انما احنا كنا في ندوه في كان الاستاذ الدكتور عادل بلتاج اللي كان وزير الزراعه هو اللي عامل الندوه ووجه سؤال لوكيل وزاره الري ولم يجب عليه. ما هي حجم المياه الجوفية في مصر؟ احنا ما اتحدى اي واحد من وزارة الري يدخل علينا مداخلة دلوقتي يعطينا رقم صحيح قياسها علميا سهل يا دكتور. ده هم دكتور فاروق بس نتكلم في الموضوع ده اتكلم ايوه في الموضوع ده وكذبوه لما قال انه في حته في اسوان فيها مخزون. طب دكتور فاروق الباز لما اشار بالرقم كان رقم كبير مطمئن جدا. هو مطمئن؟ كان بيتكلم على منطقه واحده ما اتكلمش على كل مصر لانه ما عملش استشعار عن بعد لكل مصر هو يقدر يعمل لانه امكانيات الناسا اللي هو بيشتغل فيه مش صعب اللي هو بالقمر الصناعي يقدر يصور كل السهل الرقم النوبي الرقم ان هو الى الان مبهم ومش معروف ده راجع لايه بقى؟ النوبي. ليه الرقم مبهم ومش معروف؟ ده اللي هو الجهه المنوط بها هذا الكلام هي وزاره الري هي بتشتغل في القمح الممرض والقمح المملح ودي شغلانه وزاره الزراعه. طيب يعني احنا يعني لنعطي كل واحد التخصص بتاعه. طيب تمام اوكي احنا كده يعني بنتكلم في نطاقات مختلفه لكن هي كلها متداخله مع بعضها. لو جينا اتكلمنا بقى مع حضرتك يا فندم وتصحيح للمسار طبعا طبعا ده لازم. لدينا ثروات مختلفه عندنا فوسفات عندنا الرمل الاسود عندنا ذهب في سيناء احنا بنستغل قد ايه وبنسبه قد ايه هذه الثروات اللي موجوده؟ كله بيصدر الى الصين ويرجع لنا في شيبس وفي بتاع بالاف ومليارات الدولارات وبيتخذ رمل خام الصين. الحاجات دي لو قامت عليها صناعات وصدرناها هتجيب عائد اضعاف اضعاف ما تصدر كخام طبعا وموجوده. هم بداوا بجامعه الملك سلمان وقالوا هيعملوا دراسات نوعيه متخصصه الاماكن اللي فيها معدن كذا عشان العماله تبقى عماله فنيه كفانا بقى تعليم اللي هو التعليم الارتجالي التعليم اللي يعني هيبقى في جامعات متخصصه يعني هيبقى في تعليم فني كويس جيد راقي. ولذلك انا قلت لسيادتك في بدايه الحديث ان الجامعه دي ما عملهاش في مكان واحد. الاماكن الزراعيه هيبقى فيها الجزء الخاص بالزراعه الاماكن الصناعيه والاماكن الصحيه ولذلك الجامعه اتعملت على ثلاث اماكن في شرم وفي
سدر وفي المنطقه الثالثه اللي هي بينهم بين الاثنين. فليه؟ لان دي الاماكن اللي فيها معادن، يبقى لازم اعمل اللي اطلع العماله الفنيه اللازمه. لازم الفكر يتغير، لازم منطقه سيناء تتحول من منطقه مريبه سد نحمي بها انفسنا الى اماكن تعود بالنفع منها الحمايه، والحمايه مش هتيجي الا اذا استغليت سيناء استغلال الامثل وهي اتاخرت كتير. واستفيد من زراعتها واستفيد ميتها، دي ممكن تيجي في وقت من الاوقات تبقى ميه اللي بتنزل على سيناء وربنا بينزلها في مخرات سيول. ابنلها سد، دي مخرات طبيعيه بين الجبال. ادرسها ومدروسه، واعتقد عندكم خريطه بالمخرات السيول. اعمل لها خزانات ميه، او حتى لو ما كانش موجوده كهرباء واروي منها، وحتى لو ما كانش موجوده يا باشمهندس عاطف في مستجدات فيها، يعني على اساس التغير المناخي في استجدات فيه، من السهل ان انا ارصدها واعرف ابقى واقيم السد اللي يجيب لي كهرباء ويجيب لي ميه ازرع بيها وما يستعملها في السياحه وما يستعملها في الصناعات، واصدر المنتج اللي عندي المزارع السمكيه لازم لازم اصدرها سمك. طب انا ممكن اعملها تصنيع الاسماك وغير الاسماك اللي موجوده في سيناء صنعها واوديها. ولذلك يجب ان تقوم مدن في سيناء متخصصه وتكون على اعلى تكنيك. حضرتك بتاخدنا بقى لرؤيه اخرى، هل سيناء ممكن انها بعد كده تصبح العاصمه الاقتصاديه او التصنيعيه لمصر؟ وهي ده اللي وهو ده اللي عمل اللي قيل نصا يعني في المخطط الاستراتيجي لمصر 2018 اللي عرضه سياده الوزير التعمير على سياده الرئيس شهر فبراير. قال لك محفزات اقتصاديه واجتماعيه انشاء عاصمه اقتصاديه في سيناء. لازم تبقى سيناء عاصمه اقتصاديه واشجعها. المحفزات ايه؟ ماشيل من على الناس المستثمرين الضرايب لفتره معينه، اعمل لهم تسهيلات في التصدير والصادر. قالوا هيعملوا لهم مطار دولي، اعمل كده. ايوه طبعا. قالوا هيعملوا لهم ميناء في, في في الشمال عند العريش، ميناء على المتوسط. يمكن احنا شفنا بقى الاستعداد للتصدير الزراعي، الطرق اللي بتتعمل دلوقتي، احنا عندنا شبكه طرق خلاص بدات تدخل او تلحم سينا مره اخرى طبعاً. للاراضي المختلفه والمحافظات المختلفه. اصبحت سينا بعد الانفاق كمان متصله مع ارض الوادي. ده بقى تخصصنا احنا بقى في اللف الانفاق وفي البتاع. ايوه دي شغلانتك. دي شغلانتك. اتفضل يا دكتور. سينا اتعمل فيها شغل طرق كتير. يعني زي ما قلت لسيادتك في بدايه الحديث، اتعمل بين المدن 3000 كيلو رصف، اتعمل داخل المدن 2000 كيلو. اتعمل ثلاث محاور رئيسيه، المحور الاولاني اللي هو بيطلع من اللهم صل على النبي من سدر يوصل لشرم الشيخ اللي هو شرق القناه، ومحور ثاني بيطلع على نخل والنقب نخل والنقب ويطلع على طابه، وطريق ثالث اللي هو بين العريش وطابه، العريش ورفع العريش ورفع. ادي ثلاث محاور رئيسيه، مش بتحجج اكتر من كده. ده لو استعملوا يبقى هو جزء سيدا. لو سينا زي دي كده ادي الطريق الشمالي، لا اصبحت شبكه، ادي الطريق الشمالي وادي الطريق الساحلي اللي هو طالع من شرق رايح على سدر ثم شرم الشيخ. وادي الطريق اللي داخل يخترق سينا داخل على نخل ثم الصحراء ثم النقب ثم يتجه جنوبا الى طاب. انت ربطت سينا كلها، اشتغل بقى هات ناس وعمر. وعمليه المواصلات برضو اللي هي كونه هيدخل في احد الانفاق القطارات علشان توصل اربع انفاق والمترو والانفاق والحاجات دي كلها. صحيح. اتنين منهم شمال الاسماعيليه واتنين جنوب بورسعيد الانفاق دي انت عارفه لو تروح شد عدس تقف قد ايه؟ انا رحت لقيت طابور في العزاق اللي هي المعديه دي. لا المعديه النفق القديم تحت المسجد. انا قعدت طابور كان طوله 5 كيلو. لا هو 5 كيلو متر عشان تعدي. يعني حتى اخذت كام ساعه بقى عشان وقفت 5 ساعات 6 ساعات ولو عربيات تقفي ولو وما فيش اي خدمات في على طول المناسبات لان كنا في شم النسيم اللي فات ده طول الطابور 5 كيلو واقفين مستنزفين. لا شيء صعب لما يعمل لك نفق ومست بقى نفق رايح ونفق جاي يبقى 2 شمال اسماعيليه و2 جنوب بورسعيد. ربطت المدينه الام. انا عشتها مره اخرى. طبعا صحيح. ربطت المدينه الام بسيناء. ده هو ده تشجيع. صحيح. ما هو انت لما هتنتجي عايزه تنقلي لو قابلتك معوقات
للتوصيل. احنا قلنا اللي هيصدر هيستعمل الميناء الدولي وسينا وهيستعمل المطار الدولي. طب واللي عايز يجيب للبلد وسينا مدخلنا لاسيا كلها مثلا يستعمل انفاق لاسيا. يعني احنا في افريقيا وسينا دي مدخلنا لاسيا بتربطك يعني ما هو بيعمل هنا بحر متوسط اوروبا يعني موقع المصري السعودي طبعا ده هيبقى جدا سهل احنا عند نويبع ان شاء الله يكون مصدر خير. احنا برضه هنتكلم على المحور الزراعي. المحور الزراعي فيه محور للانتاج الحيواني، فيه محور للانتاج الدجيني، فيه محور للانتاج السمكي، فيه محور للانتاج المحاصيل، فيه محور للانتاج الفاكهه، فيه محور في محاور كثيره الوزاره وضع خطط ليها على اساس انه حتى في الفاكهه انه الحاجات اللي مش هتنفع هناك هتتطعم على اصول تصلح. يعني اطعم مثلا كذا على كذا اللي بحس بالاصل اللي بتاع الشجره طالعه مثلا الشجر المانجا مش هينفع بطعمه على طعم تاني ويطلع لي مانجا. ممكن الشجره تضلع كذا منتج ده تحميل يا فندم اللي هو لا مش اللي هو الطعم طعم طعم غير التحميل التطعيم. فده بيشتغل فيه المجموعه بتاع مركز بحوث زراعيه مع المساتين. بس احنا لسه ما عملناش زراعه بالتطعيم دي لسه ما لا موجوده عندنا في مصر عادي في مصر من زمان بس مش شائعه. لا هو عايز متخصصين لان انت بتجيب جزء من الطعم من شجره ثانيه. يعني مثلا النارنج في بعض الاماكن ما يستحملش تزرع فيها برتقال فالاصل يبقى نارنج وطعم عليه طعم برتقال يطلع لي برتقال وهكذا. هل تقصدوا بهذا ده بديل للسوب؟ لا مش عملية اللي هو بتهيئ المناخ المناسب للمنتج. هو ده الهدف. فكرة شجرة ما بتنبتش في أماكن حر وأنا عندي المنتج اللي أنا عايز يطلع في أماكن برد أطعمه على الشجرة دي أو في أرض ملحية أو أرض ملحية بس وإحنا جايين نتحايل على الطبيعة نخدع الطبيعة. بالنسبة للمحاصيل طبعا فهو المحاصيل اللي هتصلح هناك في ارتفاع درجة حرارة في سيناء، في ملوحة في بعض الأماكن. طب مع التغير المناخي مش هيتغير مناخ سيناء برضو كمان ولا؟ أكيد كله هيتغير. يعني عندنا الجزء الشمالي من الجمهورية كله هيبقى مناطق ممطرة وهيبقى فيها مطر. وأظن سينا بتتمركز الأماكن الزراعية فيها في طبعاً الشمال هو في العريش الشعير جويد الشعير الشعير بمجرد ما نبدوره هناك في سينا وبتيجي عليه المطر بيطلع الشعير لأن الشعير يتحمل درجات إنما نقصد في أماكن تانية يا دكتور غير الأماكن الساحلية. يعني إحنا بنحول المجتمع السيناوي من مجتمع بتاع مراعي كان بيعتمد على الراعي الى مجتمع زراعي متكامل صناعي وصناعي بكل الحاجات دي. يعني الشعير لو مسكنا اي منتج من المنتجات دي لو مسكنا اي منتج في تصنيع في يعني التلبينه وغيره اسعارها غاليه جدا اللي كان بيقول عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دي من الشعير ومن احسن الحاجات اللي بتريح المعده لما تتاكل في الصبح وهكذا. يعني لو مسكت كل منتج سواء من المحاصيل او من الفاكهه هلاقي له مقابله مصنع. يعني لو زرعت خضار طماطم وعايز مصنع صلصه لو عايز كده يعني كل ده هيعتبر مجتمع متكامل. الاقتصاد المصري ممكن نلاقيه يعني ينبع من سيناء ويتفرع في كل الاراضي المصريه. هنشوف فيها زراعه هنشوف فيها صناعه تحصل على مجتمع متكامل بمعنى كلمه متكامل طبعا. وممكن يفيد المدينه الام او الدوله الام نفسها فعلا. يفيدها ويغذيها في وقت من الاوقات ويمكن في تغير المياه ممكن في اشاره اللي هي قالها الباشمهندس عاطف انه هو ما حدش هيروح هناك غير الناس المنتخبين اللي هم المدربين كويس اللي هم اللي يستطيعوا بس اللي هم يستطيعوا ان يديروا التكنولوجيا لانه هو احنا بالمساحات الشاسعه دي لازم نزرع بطريقه تكنولوجيه لازم يكون هدفنا التصدير وبالتالي مش هنعتمد على مبيدات وعلى اشياء اخرى. طب انا سؤالي الاخير لحضراتكم تتوقعوا يعني سينا بهذا الشكل اللي احنا رسمناه دلوقتي او تخيلناه
او تنبأنا بيه على غرار الشغل اللي بيحصل فيها دلوقتي، الاطار الزمني عشان سينا تبقى بالصوره اللي في مخيلتنا تاخد قد ايه يا باشمهندس عاطف؟ طبعا هسال حضرتك. شوف يا ستي، بالنسبه لمعدل انجاز المشاريع اللي قايمه بيه الدوله دلوقتي ده يبشر بخير. لما تشوفي كم الطرق اللي نفذ على مدار 3 سنين ده كان يكتب له 10 سنين 15 كم سنين. كم المصانع؟ كم حل مشكله الكهرباء اللي كانت عويصه؟ ايوه اتحلت في خلال سنه. تمام. المدن الجديده، انت عندك العاصمه الاداريه برضو انا اتكلمت عليها في اللقاء السابق، واحد نبذه سريعه عنها. العريش الجديده هناك دلوقتي، مش هتحسوا بقيمه العاصمه الاداريه، هتحسوا بها لاخر السنه الجايه 2019. حتى انت احنا جايين لسيادتك من التجمع الخامس في ساعتين وربع سفر مش كنت ممكن. بروح اسكندريه. انت عندك لما عملوا العاصمه الاداريه هتشوف القاهره هيبقى شكلها ايه، هتبقى مخلخله زي ايام الاعياد لما تمشي فيها مثلا، اطلع من المهندسين تروح مصر الجديده في 10 دقائق. ده حلم ده يا باشمهندس، ده حقيقه وهتحس اول حقيقه. شوف الريتم اللي ماشي هناك، انا رحت زرتها ايام راس السنه في افتتاح الكنيسه هناك، شفت معدل شغل. انا كمهندس بقالي اكثر من 40 سنه مهندس. طب حضرتك شايف ان ده الاطار الزمني هيبقى قليل عشان بس الميعاد الوقت بتاعنا؟ الاطار هيبقى اقل مما تتخيلي لو لو بدانا وبجديه 5 سنين. تشوفي سنه دي موضوع ثاني. ما رايناه من مشاريع برضه، وانا ايده في هذا الكلام، من مشروع زي مشروع قناه السويس اللي اتعمل في سنه، والمشاريع الاخرى اللي اتعملت في سنوات، الانفاق والانفاق. اعتقد انه سينا في خلال من 5 إلى 10 سنوات ان شاء الله تشوفي منظر تاني خالص. وايضا كمان ما رايناه من دحض الارهاب واعلاء المصريه سيناء ايضا كمان في وقت قياسي ايضا، ده ينبئ ويبشر بالخير الحقيقي. وبدونه ما كنتش تجرؤي تروحي تزرعي هناك ولا تصنعي، ما كناش قعدنا نتكلم دلوقتي عن المستقبل الاقتصادي لسيناء، مستقبل عمراني، مستقبل اجتماعي مدني، سياحي. بلد بلد بتبني وبتحصد البنى وبتدحر ارهاب، نعم، والارهاب له فاتوره، ومع هذا يزداد نحن متقدمين. يزداد البنك المركزي، نعم، هذا الحمد لله. هذا الحقيقه انا بشكركم جدا 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 جدا. شكرا. بشكركم الحقيقه. شكرا. وبشكر كل يعني كل عقل فكر لاحداث تنميه في سيناء. ما حدش من ضيوفنا الكرام عنده اجنده او هيستفيد حاجه غير ان هو بيقدم بس رؤيته خبرته. طبعا باشمهندس عاطف، دكتور محمد عصران، الخبره في حته اخيره بس عايز اقولها سريعا يا فندم، حته صغيره فضل. وهي المخلفات الزراعيه اللي هو دي مشكله. ده ملف تاني يا دكتور. ملف. ده ملف لا يا ريت يتم ليها مجرد افران احتراق. افران الاحتراق بتعملها اللي هي نطلع طاقه نطلع لا بايوشار لا ونصلح الارض الرمليه دي ممكن تبقى بسماد. ايوه لا البطمس اللي احنا بنستورده، نعم، الكيلو ب$5 والكلام ده لا ممكن انا انتجه في مصر. بشكركم جدا. بشكر الدكتور محمد رزق عصران، استاذ المحاصيل بمعهد البحوث الزراعيه. ايضا كمان بشكر باشمهندس عاطف غانم، استشاري هندسي وخبير التنميه العمرانيه. شكرا يا فندم. أفوان. شكرا ليكم، نورتونا وشرفتونا. انتظرونا مشاهدينا الكرام فاصل قصير، وسنعود اليكم بهذه الاصوات الصداحه في سماء قناه مصر الزراعيه ودقائق.